السلام عليكم، كي دايرين وليداتي؟ كي دايرين المغاربة؟ الله يعطيكم الصحة، الله يرضي عليكم. حنا هاد الوليد ريان كنتمنى له ان شاء الله يعيش باش تبقى العبرة، العبرة للأمهات وللأبوات، يحضيو وليداتهم مليح، يردوا البال. وما انتم المسؤولين رضوا الله عليكم، الله يحفظكم، الله يعاونكم. اما راه عالميا كنتفرج فيكم، عالميا تابعينكم، حنا في اوروبا وتابعينكم وكنشوف شنو كاين. خدمتوا وعملتوا حاجه اللي تبقى عالميا، والله ثم والله، ولا كنرضي عليكم، كنرضي على المخزن ديال المغرب ديالنا. دابا درتو واحد المغامرة ما غيديرها حتى واحد، ولكن كنتمنى ربي يخرجكم بسلامة من تما إن شاء الله، وتخرجوا داك الوليد الطفل ريان، يكون حتى هو غيكون عنده العبرة إن شاء الله، غيعيش، يكون عنده الولاد، إن شاء الله يكون ولادو يبقى يرد ليهم البال حتى هو إن شاء الله يا ربي. وما نتوما راه خليتو التاريخ، الدول كيهضروا عليكم، حنا كنرضي عليكم، الله يحفظكم ان شاء الله، الله يزيد للرجال الامن، يحفظكم ويزيد لكم ان شاء الله في القوه، ويزيد لكم في الخير، ويزيد لكم ان شاء الله في العمل ديالكم اللي كتعملوا، العمل الصالح ان شاء الله، عندكم الاجر كبير. وخا نتوما مسؤولين توفروا داك الشيء، الحمد لله كل شيء موفر، جزاكم الله خيرا. الشباب اللي تما حنا مفتخرين بكم ومفتخرين بالشباب اللي تما، لو كان حنا حتى حنا لو كان ما غادي نجي حتى حنا غنحضر باش نضمنوا مع دوك الناس، نضمنوا مع الوالدين ديالو، مع الوالدين ديالو، مع الجيران، ومع اهل الاشاون، الله يزيد لهم العيب والخير ان شاء الله، ويحفظ داك الوليد، ويحفظ داك الشباب كاملين الكبار والصغار ان شاء الله. انا بعدا راه كيهبط مسكين، شوف شوف انا بعدا كنرضي عليكم، كنرضي عليكم، والعالم كيرضي عليكم. هذاك اللي كيهبط مسكين كنطلب له النجاة ان شاء الله، وكاملين ربي ينجيكم ويزيد لكم من الالات، ويزيد لكم من النعايم، ويزيد لكم من الخير ان شاء الله. حنا تابعين معاكم، الله يحفظكم يا ربي. ما نعسناش، ما قديناش الناس، ما نعسناش الليل لا البارح، نعسنا ماشي نقول ما نعس، ولكن غير كنخطف، كنخطف فوق ما فكنا، كنقول نشوفوا ربما فين وصلوا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على المغرب ديالنا بخير ان شاء الله، المغرب ديالنا بخير. ضمنوا مع هذا سميتو، هذا حاجه زوينه، تضامن مع بعضياتكم. هادو هما المغاربه، هادو هما العرب كاملين، راه ضموا الجزائريين واليمنيين والعراقيين المصريين، الشعب الجزائري الله يزيد له في النعيم وفي الخير، كنشوف واش كيديروا، واليمنيين حتى هما الله يحفظهم. المهم العرب كاملين، وحتى الناس ديال الهولنديين ديالنا، حنا عايشين في هولندا، حتى هما مضامنين، حتى هما تبعين معاكم، زعما راه عالميا كيتبع هذا الشيء. ربي يحفظكم ان شاء الله، اللهم رب الناس ويذهب الباس ان شاء الله، ويفك هاد الوليد يا ربي، يا ربي فك هاد الوليد وتبقى ليهم ان شاء الله. هاد الشيء غادي يبقى طول ما هو حي، هاد القوم والكم اللي غايجيو غتبقى في التاريخ، في التاريخ. مفتخرين بكم يا المغاربه، مفتخرين بكم يا المسؤولين، حنا مفتخرين بكم، جزاكم الله خيرا ان شاء الله. الشباب اللي تما كاملين، حتى هما اللي حضروا، اللي سواء الصغار والكبار، ما نقولش غير الشباب، لان كانوا الناس من جوم المغرب كامل، كاملين المغاربه، ضمنوا مع العائله ديالهم، مع الجيران ديالهم، مع سميتو ديالهم، ما شاء الله عليهم، متضامنين. الله يجعل لهم الخير يبقى دايم مع الدول الاخرين، الخوه الخوه ان شاء الله، غتبقى خوت الشعوب، غيبقاو خوت الى يوم الدين، حتى تفنى الدنيا،
حتى تريد الشعوب غير بقاو خوت ان شاء الله ومن عليا. يا ربي احفظهم يا ربي احفظهم. غير جبدوه دابا بلاتي يا ربي احفظهم يا ربي احفظهم يا ربي احفظهم وعاونهم يا ربي. حنا هذا اللي علينا علينا الدعاء الدعاء كندير لكم الدعاء ان شاء الله. السيد باقي كيهبط غير مازال رب العالمين يحفظكم ويعاونكم ان شاء الله. يا ربي يا ربي اجعل هذا الطفل معجزة، جعلوا المعجزة إن شاء الله ديال سيدنا يونس عليه السلام اللي كان في بطن الحوت ورب العالمين نجاه من جميع، خرج بسلامة ولا في شغله كما عطى المعجزة لسيدنا يوسف عليه السلام اللي كان في قاعة البير وبقى أيام وهو مسكين تما عليه الصلاة والسلام حتى طلعوا رب العالمين ولا هو اللي ولا الأمير ديال مصر ما شاء الله ولا تكونت به الأمة. كما جاء أبانا إبراهيم عليه السلام حفظوا رب العالمين وحضنوا الملائكة في وسط النار في وسط النار ونجاه منها رب العالمين. هذه كنتمنى لها الطفل ان شاء الله، كنتمنى لرب العالمين هذه المعجزه اكبر من هذه اللي دازت، المعجزه اللي دازت على الانبياء عليهم السلام. وما هذا اراها الطفل عادي ورب العالمين والملائكه كلهم محضون ان شاء الله. احنا مفتخرين بكم خوتي المغاربه أولادي مفتخرين بكم، ربي شاهد علينا ولا احنا مفتخرين بكم. كنتمنى لكم السجعة، الله يبعد عليكم البلاء والوباء إن شاء الله، والله يعطيكم إن شاء الله ما تمنيتوا في خاطركم كاملين الكبير والصغير إن شاء الله. شوف تبارك الله 38 ألف ديال الناس، 38 ألف ما شاء الله، 38 ألف إن شاء الله. دابا هاد الليلة إن شاء الله غادي يخرجوه، هاد الليلة غادي يخرجوه يا ربي. تفرح داك الأم، تفرح مو مسكينة، داك الأم اللي ما عندهاش المثال. حنا تشوينا ولكن ولدنا حتى حنا، الله يكون في عوانها والله يكون في عوان ولدنا، الناس كلهم تشواو كل شيء، ويا ربي إن شاء الله بسلام. يا ربي احفظ وليداتنا واحفظ وليدات المسلمين وليدات النصارى إن شاء الله، كلهم كنطلب لهم ربي يحفظهم. علاش باكين على الفطره واخا يكون ولاد النصارى كندعي معاهم ربي نجيهم من جميع الوباء من جميع الافات يا ربي. الله يحفظكم المغاربه، حنا مفتخرين بكم الشباب والشياب كلكم والمخزن والدرك كل شيء اللي واقفين كل شيء حاضرين الامل كل شيء، وحتى الناس اللي وصلوا هذه القضيه خلاوها قضيه راي عام، يعني حاجه مزيانه. ملي المغاربه ملي كيديروا يد في يد كيتضامنوا يقدروا يديروا اي حاجه، اي حاجه يوصلوها، اي حاجه يوصلوها مادام كديروا يد في يد، كتسدين هالخير ان شاء الله ربي غيكمل عليها. وقيله بلاتي اش غادي يديروا دابا مع شنو كيديروا؟ با خدامين ما خلاو ما داروا مساكين. مازال راه باني شي واحد كيعرف عليهم رضوان الله ان شاء الله، عليهم الرضا يا رب العالمين. الله يرضي عليهم، الله يرضي عليهم هذا ما كان، الله يحفظهم. الولد ديالها كان عمره طويل راه غادي يخرج بسلامه ان شاء الله، الا كان عمره كمل ما غيردو حتى واحد. بعدا درتو مجهودكم، داروا اللي اكثر من اكثر من المجهود ديالهم، اكثر من اللازم، وبغيناهم عاد يزيدوا اكثر واكثر حتى يجبدوا هذا الولد هذا ان شاء الله. ان شاء الله يوقفوا عليه حتى يجبدوه، حي يجبدوه كمل عمره، الله يجعل ربي يخرج حي يرزق وبسلام وبسميته ان شاء الله، غيكون بطول العمر ان شاء الله يا ربي ويفرح امي متوبه يا ربي. ان شاء الله غادي يبقى حتى هو يبقى العبره الاولاد والولاد ولادو. امين داكشي اللي كاين هذا ما نطلب والله. هذا ما كان، هذه كان سميتو ديال الحجه التضامن ديالها مع ريان والعائله ديالو والناس والمغاربه كاملين اللي مجموعين في ديك البلاصه والدارك الملكي والقوه اللي ديال الانقاذ مع كل شيء. هذا ما كان رجال الامن كثر كاع هادشي اللي كان، والشباب والشياب كل شيء اللي تما اللي حاضرين اللي وقفوا اه
كنطلب ليهم رب العالمين ان شاء الله ما يخزيهمش يوم القيامه. امين. وقفت رجل واحد ان شاء الله في الدنيا غيكونوا مسجعين، يكونوا بخير ليهم ولوليداتهم، في الاخره يكونوا ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. امين. صافي يا الله. هذا هو. السلام عليكم. هذا كان الفيديو ديال الحجه. كما قلت لكم تضامنا مع العائله ديال ريان. وهذا ما كان عارفه كاملين واش تاع الحجه. نهار كامل كتبكي والبارح كتبكي، وكنت جاي ديري فيديو تانتي قولي حقك. هذا ما كان. يلا السلام عليكم.